Asma has inspired the work of the Asfari Institute. She was a driving force, not just with her intellect and her commitment, but also with her passion, her kindness, and the ways in which she talked to each and every one of us. We wanted to take this moment to honor Asma and her legacy and the work that she did for gender equality, and specifically also for fighting for gender equality and nationality laws. You can't talk about women's empowerment or combating gender-based violence without addressing gender discrimination in law, and specifically in nationality laws, to recognize and respect and uphold women's equal citizenship. يسرني جدا بعد أشهر من العمل أنه نطلق العدد الأول من مجلة مناصرة، سميناها جنسيتي حق لي ولأسرتي. الحلو بهذا العمل هو أنه فعلا بكل مطرح بالدول العربية في تمييز ضد المرأة بقوانين الجنسية، كان في جهود كتير كبيرة، كان من مجتمع مدني أو من معنيين أو معنيات بالقضية. إيمان بقدرة المجتمع على التغيير هو كل شيء. من نضال حقيقي على الأرض، بعيداً عن التنظير، بعيداً عن الكوبي بيست، هي شيء كان عم نعيشه كلنا سوا اللي كنا عم نشارك أو عم نكتب بهيدا المحل. الكل بيعرف إنه الحقوق ما بتقعد على سلم أولويات، الحقوق كلها بدها تكون على نفس المستوى. توازن بين الجنسين، وخصوصاً في قضية حق الأم أن تمنح حق نقلها لجنسيتها إلى أبنائها. حالياً تم تحديث المنظومة بسبب دخول المرأة الليبية لمنظومات الدولة وإدراجها في القوانين الليبية ومنظومات الدولة وتحديث منظومات الدولة وإدخال ابنها معها. نصوص من الكتب المقدسة تشجع على أنه الأم مثل الأب يجب أن يعطون لأولادهم كل الفرص للنمو وللتقدم. حملة اسمي اسم أمي، احنا مستمرين بالحملة بس بدنا نواجه صعوبات. ليش؟ لأن بصراحة المجتمع ما يتقبل شخص يسموه باسم أمه. نشوف حل في صيغة معينة لهؤلاء الأطفال لحمايتهم وإدماجهم بالمجتمع. بوجودنا تحت أي دولة المفروض أول شيء نكون عم نقوم بواجباتنا وعم نحصل على حقوقنا كاملة.